نتكلم اكتر عن جهود الدوله في ملف الحمايه الاجتماعيه مع الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي ومدير تحرير جريده الاهرام. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا استاذ رابي وسمر والساده المشاهدين. يعني من متابعه حضرتك لملف الحمايه الاجتماعيه بمنتهى البساطه وفي نقاط، كنا فين وبقينا فين؟ لا هو يعني احنا لو هنشوف منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي هنجد ان هو مهتم جدا بالفئات اللي هم الاولى بالرعايه والفئات الاكثر فقرا والشعب في الكل، يعني بالنسبه لمظله الحمايه الاجتماعيه دي ابتدت هذه المظله منذ يعني بدايه مثلا بتكافل الغرامه للمواطنين. هنشوف دلوقتي ان تكافل الكرامة كان في البداية كان العدد قليل، دلوقتي اصبح فيها مش اقل من 5 مليون مواطن مثلا. بالفعل هنجد الحد الادنى للاجور وصل ل 6000 جنيه في الوقت الحالي، الزيادات في الاجور للمواطنين تصل الى نسب كبيرة. كل ده ومبادرات كمان المرأة يعني مسطورة وغيرها من هذه النوعية اللي بتوفر تمويل لمشروعات المرأة سواء المتوسطة أو متناهية الصغر، يعني بتشوف هذا الفكر بأي رؤية في هذا التوقيت رغم الأزمات، ولكن الأولوية دائما للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتكون الحياة حياة كريمة بشكل فعلي. هو طبعا في المبادرات كلها اللي بتتم في الوقت الحالي او من فتره طويله منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من 10 سنوات، هنجد كل المبادرات دي تهتم زي ما حضرتك بتقول بالفئات الاولى بالرعايه. وهنشوف بقى المبادره الاهم طبعا اللي هي مبادره حياه كريمه اللي قدرت ان هي تنزل الريف المصري وقدرت ان هي توفر العديد من المساعدات للمواطنين وخاصه للمراه وخاصه الاهتمام بالمهارات اللي موجوده، الاهتمام بالمشروعات الصغيره للمواطنين اللي موجودين، كل ده من اجل طبعا دعم المواطن المصري. احنا بنشوف دايما في وقت الازمات الدوله بتقف مع المواطن. صحيح. الازمات الاقتصاديه احنا يعني خلال السنوات الماضيه نعم العالم كله مر بازمات عديده جدا اثرت بشكل كبير طبعا على صحيح ازمات متتاليه اثرت على كبريات الاقتصادات بكل تاكيد، ولكن يعني تمكنت مصر بحكمه وحنكه الحقيقه سياسيه بتجاوز هذه المحنه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الاتصال الاستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الاهرام.